أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أنا وأولادي كثيرا ما نسافر إلى الديار المقدسة وإلى المدينة المنورة، فأيهما أفضل في الأجر في الحسنات؟ فأنا أخص مكة أكثر من المدينة. نعم، مكة أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه، ولأن المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم.